وكأنها رسالة من النادي الأهلي، وكأنها رسالة من النادي الأهلي. خلوا بالكم، يشكر إن هو حتى بيعرفنا وبيقول لنا خلوا بالكم. النادي الأهلي بيقول لنا خلوا بالكم على إيه بقى؟ خلي بالكم في مباراة السوبر الأفريقي القادمة. النادي الأهلي بيفوز على فريق جورماهيا 6 ظلبات رايح جاي، 3 في كينيا و3 في القاهرة. اسمة العدل، 3 رايح و3 جاي، ولم يتلقى أي أهداف ليصعد رسميا لدور المجموعات في رحلة المحافظة على الأميرة السمراء اللي هو محتكرها. النادي الأهلي مش بس كده، طبعا حفلة كبيرة عظيمة وكرنفال في أعلى نسبة مشاهدة حصلت. أنا كنت بتفرج على الماتش على اليوتيوب مثلا حوالي 120 أو 130 ألف واحد بيتفرجوا على البث، على الفيسبوك نفس الرقم، يعني رقم تاريخي تقريبا، يعني ما اتكررش قبل كده. لدرجة إن في بعض الناس العرب كانوا بيقولوا في إيه، كلاسيكو الأرض مثلا برشلونة وريال مدريد، نهائي كأس عالم؟ لا خالص، الأهلي بيلعب دور ال 32 قدام جورماهيا الكيني، وعامل نسبة المشاهدات ديت في ليلة الاحتفال برفع درع الدوري الجديد في حضور رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب وأعضاء المجلس، في حضور جماهير النادي الأهلي اللي عملت احتفال ودخلة جامدة جدا. وشوف بقى الجمال، إن الدخلة اللي عاملينها حلوة وشيك وكل حاجة، وفيها كمان مضمون ورسالة. إيه هي؟ رافعين اللافتة وحاطين صورة كولر ولاعيبة النادي الأهلي، وجنبها كده على اليمين خلي بالكم كملوا، خلي بالكم استمروا، عايزين منكم المزيد، ما زلنا ننتظر المزيد. دي رسالة جمهور النادي الأهلي، لما ما استكفناش. أكتر نادي محقق ألقاب ما استكفناش. أه مبسوطين بس ما استكفناش، الرسالة وصلت برضو. ده كالعادة جماهير النادي الأهلي. ولكن عزيزي المتابع أبو الحاج دهشور، النادي الأهلي يخض جدا، النادي الأهلي فريق منطقي جدا. يحيى عطية الله تألق النهاردة، قلت في ماتش الذهاب الراجل كأنه بقاله 10 سنين بيلعب في النادي الأهلي. فريق الاهلي بالكامل ما شاء الله فت جدا، وسام كالعاده متالق، حتى البدلاء جاهزين، طاهر بينزل يسجل، تاو نسخه جديده، كهربا مبدع، اللعيبه كلها قفشه بينزل يروش مع اللعيبه، كل اللعيبه سنده طولها، رامي ربيعه ما شاء الله يعني ربيع العمر الجديد. فالماتش الجاي يقلق جدا 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 من فريق مع الاسف الشديد واحد يجي يقول لي دعم، لازم الرساله بتوصل لعيبه نادي الزمالك. نادي الزمالك عشوائي قوي، احنا عشوائيين جدا، فريق عشوائي كرويا، ما بيلعبش على مضمون، جهاز فني كده يحط خطه ويقول احنا بنلعب عليه اصلا عشان نوصل لايه، اللي هو 1+1=2. بتلعب على ايه؟ ايه الخطه اللي بتلعب عليها عشان تعمل ايه؟ مع فريق ما فيش بني ادم في الملعب في النادي الاهلي بيتحرك الا بهدف، هو بيتحرك عشان يعمل حاجه معينه، مش عك ربك يفك وسيبها على الله وسارح في نور الله بدعو واقول يا رب. لعيبه النادي الزمالك سرحانه كده في الملعب. يحيى عطيه الله لما يتحرك في النادي الاهلي رايح يعمل اسيست، امام لما بيزيد راح يشوط، وسام بيفضل حد او راح يسجل بنفسه، ولكن الناحيه الثانيه عشوائيه غير طبيعيه. فالعشوائيه امام الترتيب وامام المنطقيه وامام الاستعداد الجيد، الدنيا رايحه فين؟ الموضوع لاول مره يمكن توقعت فوز نادي الزمالك في الدور الاول في بطوله الدوري، ولكن النهارده انا خايف، بقولها بمنتهى الصراحه، والله انا بقولها بمنتهى الصراحه، يعني لا انا مقلق، انا مقلق جدا، اقسم بالله مقلق قوي بقى، الموضوع ممكن يوصل لحته بعيده. واتمنى لعيبه نادي الزمالك تصلي وتصوم كويس جدا وتتمرن قوي، اتمرنوا لا بزياده 10 15 مره، ما حدش يطلع من الملعب، باتوا فيه، دي نصيحه والله اقسم بالله، انا لو منكم ما اطلعش من الملعب ابدا، واقعد اذاكر للاهلي ده ليل نهار. بس احنا عندنا مدرب، ربنا يستر، ربنا يستر. مليون مبروك للنادي الاهلي صعودهم وجماهير النادي الاهلي صعودهم لدور المجموعات، وربنا يستر في السوبر الافريقي.